قصتنا اليوم راح تصدمكم شوي، لأنه راح يكون في تطور بالأحداث غير متوقع أبداً، والضرب القاضية راح تكون بالنهاية لدرجة أنه القاتل نفسه اتفاجأ من اللي صار. لو عم بتشوفني لأول مرة، أنا أبو الصادق وبحكي عن كل شيء غريب وغامض على كوكب الأرض. حاب أحكي لكم عن لعبة مكسر الدنيا اليوم اسمها Warpath أو طريق الحرب. اللعبة حرفياً راح تنقلكم لعالم ثاني وراح تحسوا حالكم عايشين جو الحرب عن جد. اللعبة من أفضل 20 لعبة استراتيجية بالعالم، والخريطة خرافية لأنه التضاريس حقيقية ولأماكن ومدن موجودة فعلاً، وممكن انك تبني قاعدة في موسكو او لندن او باريس وتعيش تجربة الحرب الجديدة في Warpath. طبعا اللعبة فيها مئات الاسلحة، عندك 104 نوع من الدبابات، 27 نوع من اسلحة المشاة، طيارات، و34 نوع من المدفعية، واللي كلها بتقدر تشوف تصاميمها وتتمعن بتفاصيلها بشكل 3D زي ما احنا شايفين مع بعض الفلاك 18. وراح يكون في عندك دفاعات جوية بتقدر تطور من مستواها، واهم شيء باللعبة انك بتقدر تعتمد على ذكائك وخططك الاستراتيجية لتفوز، مش تدفع لتفوز. صدقوني هاي اللعبة لو استراتيجيتك فيها ممتازة، لضعيف بغلب القوي، لأنه ممكن تهاجم العدو من أطراف مختلفة أو تستخدم دباباتك الخفيفة والثقيلة وبعيدة المدى لتصد أي هجوم وتقضي على العدو. ورح يكون عندكم بطاقات لترقوا فيها كل أنواع الأسلحة، وممكن تحصل جميع الضباط اللي في اللعبة من المهام الرئيسية، وفي مبنى دفاعات للمدينة تقدر تدمر فيه العدو وتفوز بالمعركة. يا جماعة اللعبة جدا حلوة وبنصحكم تجربوها، لأنه كمان بتقدر تلعب ضد لاعبين من كل أنحاء العالم وتعمل تحالفات، ولو جيشك تدمر على طول تستعين بحلفائك، إما السلام أو الحرب. هذا هو شعار Warpath. حاليا بشهر أبريل Warpath عاملين أحداث رمضانية خاصة باللاعبين بالشرق الأوسط. حملوا اللعبة من اللينك اللي موجود بالدسكريبشن أو التعليق الأول، واستخدموا كود رمضان 2022 لتربحوا آيفون 13 أو نينتندو سويتش وغيرها كثير من الجوائز. في سنة 2006 أشلي ريفز طالبة عمرها 17 سنة، عايشة مع أبوها وأمها وأختها الصغيرة كيسي في منطقة ميلستات في ولاية إلينوي. وكانت أشلي طالبة متفوقة بدراستها لدرجة إنها كانت سابقة الطلاب اللي بعمرها سنة، وكانت بهاي الفترة عم بتفكر بمستقبلها التعليمي وإيش الجامعات اللي بدها تروح عليها. والبنت كانت محبوبة وكل الناس اللي حواليها بحبوها، وأكثر حدا طبعاً بحبها صاحبها جيريمي، واللي كمان هو أهلها كانوا كثير يحبوه. وبيوم 27/4/2006 صحيت أشلي زي أي يوم عادي، أفطرت وحضرت حالها لتروح على المدرسة مع أختها كيسي. وقبل ما تطلع من البيت خبرت أهلها إنه اليوم بدها تتأخر شوي لأنه عندها مقابلة شغل، ولما تخلص بدها تروح تلعب كرة سلة مع صاحباتها. اتمنوا لها التوفيق بالمقابلة وحكوا لها أهم شيء إنك تكوني بالبيت قبل الساعة 10 بالليل. أشلي ما كان عندها مانع وحكت لهم أكيد ما راح أتأخر، وسحبت حالها وطلعت. لما خلصت دوام المدرسة راحت على خزانة صاحبها جيريمي مشان تاخد مفتاح سيارته، كانت متفقة معه يعطيها مفتاح سيارته مشان تخلص مشاويرها. أخذت المفاتيح وحكت لأختها كيسي تعالي معي إذا بدك بوصلك وبعدين بروح بكمل مشاويري. وبالفعل وصلت أختها على البيت وبعدين راحت على المقابلة. صارت الساعة 10 بالليل وأهلها ما سمعوا منها ولا خبر. أول شيء سألوا أختها كيسي وحكوا لها أجاكي أي خبر اليوم من أشلي؟ كيسي حكت لهم آخر مرة حكيت أنا وياها لما وصلتني اليوم على البيت. حكوا ما في مشكلة، يمكن التهت شوي مع صاحباتها. وبعد شوي رنوا عليها بس برضو ما كانت عم بترد. بعثوا لها مسجات وبيسألوها وينك، صاير معك إشي؟ بس برضو ما كانت عم بترد. بعدين قرروا يتصلوا بجيريمي بلكي إنه بيعرف عنها إشي. ولما رد عليهم حكى لهم آخر مرة شفتها لما أخذت مني مفتاح السيارة بالمدرسة، وأنا كمان طول اليوم برن عليها وببعث لها رسائل بس ما عم بترد. وهون بلش القلق والخوف عند أهلها. رنوا على كل أصحاب أشلي على أمل إنهم يعرفوا عنها إشي، بس كل أصحابها المقربين كان عندهم نفس الجواب، اليوم آخر مرة شفناها بالمدرسة وطول اليوم إحنا بنرن عليها وما بترد. وبهاي اللحظة أم أشلي عرفت إنه في إشي غلط عم بيصير مع بنتها ورنت على الشرطة مباشرة. الشرطة طبعا فورا أخذوا الموضوع بكل جدية ونشروا دوريات بكل المدينة ليحددوا موقع سيارة جيريمي اللي كانت مع أشلي. وأول مكان راحوا عليه حديقة عامة موجودة هناك اسمها ليدرمان بارك، وهاي الحديقة فيها ملعب كرة السلة اللي بتروح عليه أشلي دائما مع صحباتها. وفعلا أول ما وصلوا هناك لقوا سيارة جيريمي، بس للأسف أشلي ما كانت موجودة هنا. وضلهم يفتشوا في المتنزه وحواليه طول الليل على أمل أنهم يلاقوا أشلي أو أي شيء بيدلهم عليها، وبرضه ما لقوا إشي. وهون بلشت الشرطة تحط احتمالات، أهمها أنه أشلي انخطفت أو انقتلت. عشان هيك أول حدا اشتبهوا فيه صاحبها جيريمي، أخذوه على التحقيق وحققوا معه، بس الشاب جد كان مبين عليه أنه خايف وقلقان على صاحبته، وكان عنده حجة غياب صلبة ومؤكدة. باختصار كان عبارة عن كتاب مفتوح مع الشرطة. عشان هيك أطلقوا سراحه فورا واستبعدوا أنه يكون له دخل بأي شيء صاير مع أشلي.
وبعد هيك جابوا كل الناس اللي بيعرفوا أشلي واستجوبوهم على أمل إنهم يعرفوا منهم أي إشي. بس الصادم إنه لما استجوبوا أصحابها المقربين عرفوا إنه أشلي ما كانت بس بعلاقة واحدة، وكانت بعلاقتين، علاقة معروفة للكل مع صاحبها جيريمي، وعلاقة مخفية مع واحد ثاني اسمه سام. واللي فهموه من أصحابها إنه أشلي لما كانت تروح معهم عشان تلعب كرة سلة كانت فعلياً تروح عشان بدها تشوف سام، والسبب إنها خبت علاقتها معه إنه سام عمره 27 سنة وهو أستاذ عندهم. المهم الشرطة عرفوا مين هو وراحوا جابوه على طول وبلشوا يحققوا معه وسألوه عن علاقته بأشلي، ولكنه على طول نفى الموضوع وحكى لهم أنا أصلاً ما بعرف بنت اسمها أشلي. بس بعد ما سألوه شوية شغلات بلشوا يحسوا بالتناقض بأجوبته وزادوا الضغط عليه وبلشوا يتعمقوا بالأسئلة. وبعد 12 ساعة من التحقيق جابوا أمه وجدته وقعدوهم قدامه وحكوا له شو راح يكون شعورك لما أمك وجدتك يعرفوا إنك أنت عم تكذب على الشرطة ومتورط بقضية اختفاء بنت. وهون سام بلش ينهار شوي شوي، وآخر شيء قرر يعترف بالجريمة الوحشية اللي عملها. وعلى حسب اللي ورد بتقرير الاعتراف إنه أشلي بعد ما خلصت مقابلتها راحت للحديقة مشان تقابله، التقوا وطلعت معهم سيارته وهم ماشيين صار بينهم مشكلة وصاروا يصرخوا على بعض. وعشان سام يختصر المشكلة وقف السيارة وحكى لأشلي انزل من السيارة، بس أشلي رفضت وحكت له قبل ما انزل من السيارة لازم نحل المشكلة اللي بيننا. وسام من كثر ما كان معصب مسك أشلي ولف إيده على رقبتها وصار يشد لحتى سمع صوت طقطقة العظم، وهون تركها بسرعة وكان شبه مغمى عليها. وبدل ما يحاول إنه يطلب مساعدة قرر انه يقتلها، مسك الحزام اللي كان لابسه ولفه على رقبتها وضله يشد لحتى تأكد انها ماتت. وبعد هيك اخذها على غابة مليانة شجر ومعزولة عن المنطقة اللي هم فيها ورماها هنا. وبعد الاعتراف حكى لهم انه بيقدر ياخذهم على المكان اللي رماها فيه، بس لما راحوا لهناك كانت الدنيا ليل ومطر وسام كان مخربط ومش متاكد 100%، عشان هيك الشرطه حطت احتمال انه يكون سام عم بيلعب فيهم. بس بعد نص ساعه وهم عم بدوروا بالغابه واحد من الشرطه انتبه على إشي، ولما حط الضوء عليه كانت جثه اشلي، ولما قربوا منها حالتها كانت بتبكي الحجر ورقبتها ملويه وعليها حشرات. وفجاه انتبهوا انه صدرها بتحرك، والصدمه كانت انها لسه عايشه، وبسرعه طلبوا الاسعاف ونقلوها على المستشفى. كانت داخل بغيبوبة والأطباء حكوا إنه حالتها صعبة جدا وإنها لو صمدت وصحيت بدها ترجع تتعلم الحكي والمشي والأكل والشرب. وفعلا صحيت ومع الأيام حالتها تحسنت، وحاليا أشلي عمرها 32 سنة ومتزوجة وعندها طفلين. وبالنسبة لسام انحكم عليه 20 سنة سجن مع إمكانية إطلاق سراح مشروطة بسنة 2024. شباب وصبايا، هاي كانت قصتنا لليوم، أتمنى إنها تكون عجبتكم. لو بتحبوا هاي النوعية من القصص احضروا هذا الفيديو. سلام وبشوفكم فيديو جديد.